في قضاء الحمزة الشرقي التابع لمحافظة القادسية، قرية واحد حزيران. أهالي هذه القرية يعانون من انقطاع الكهرباء منذ شهرين تقريبا، وذلك بسبب سقوط الأسلاك، وقاموا بمراجعات كثيرة لقطاع الكهرباء ولكن دون جدوى. بين الحين والآخر الدائرة تقول مسؤولية المقاول، والمقاول يرد هذا عمل دائرة الكهرباء، وأهالي الحمزة يناشدون بإيجاد حل لهذه المشكلة. دعونا نتابع. احنا من قبل رمضان ناشد مديرية كهرباء الحمزة والمدير السابق ويواعدنا اليوم باكر بعد اسبوع، بعد 10 ايام وخلصنا رمضان لا كهرباء وبهالحر وشرناها بجلودنا. وهاي تشوفون بعينكم، هاي شوفوا الاسلاك، هاي شوفوها بعينكم، التيوله كانت واقعات وطلعنا راجعنا وطلعونا رافعه وعلى حسابنا الخاص، لو مأجرين من الشارع احسن لنا، على حسابنا الخاص عدلونا وقفونا التيوله، وواحد عدل وواحد مايل يريد يوقع. زين احنا شنو ذنبنا؟ احنا 5 عوائل راجعنا المدير الجديد هذا اللي اجى قبل 10 ايام وقال لنا انتظرنا على ما يجي المقاول، واجى المقاول احنا المسافه اللي تريد تسليك مسافه 800 متر المقاول تبرع لنا ب 200 متر. احنا شنو احنا كل احنا عندنا ميزانيات، احنا 5 عوائل وكل احنا رسمي، كل احنا عندنا ميزانيات ومسددين للدوله وما مطلوبين ولا دينار. خلي يلتفتونا، خلي يتباوعونا، احنا ملينا ولعبه انفسنا، صارنا شهرين بدون كهرباء. اسلاك هاي شوفها بعينك، هاي شوفها واقعه بالقاع، شوف ما حد يطلع يشد لنا، والله هاي للمقاول، والله هاي مجروده على المقاول. زين احنا شنو ذنبنا؟ احنا شنو ذنبنا؟ لعبه انفسنا، ملينا